أنت ذاهب إلى الله اليوم أو غدا، وتنزل في قبرك وفي لحدك، أول ما تنزل يأتيك الملائكة ويسألونك، فماذا أعددت من الجواب؟ لابد أنك تهتم بهذا الأمر وتعيش عليه، تموت عليه، تتمسك به، وهو أمر ميسر لمن يسره الله عليه. فالأمر مهم جدا علينا جميعا وعلى المسلمين جميعا أن يهتموا بهذه العقيدة ويتواصوا بها ويدرسوها لأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد المسلمين.